اتفضل. صبحي محمد، طالب كليه دار العلوم تعليم المفتوح. كنا موجودين في الميدان لحد يوم موقعة الجمل. نزل بلطجيه على الجمل وعلى الخيل، اتصدينا ليهم، طلعوا لنا بلطجيه من كل منفذ من منافذ التحرير، بالحجاره، بالسنج، بالمطاوي، بالليل، بالمولوتوف. عند كوبري 6 اكتوبر الساعه 3:30 صباحا لما شتتناهم يمين وشمال، اندفعت وقلت للشباب تقدموا، وفضلت اهتف الله اكبر الله اكبر. دخلت عبد المنعم رياض متحمس ومش حاسس بحاجه، رصاص كثيف جاي من فوق مكان مرتفع، عشان الف الشباب كلهم لفوا، كان بيني وبين اخر شاب حوالي 30 متر، وانا بلف ما قدرتش الف، ما قدرتش ادوس على رجلي الشمال، حسيت وكاني اتقطعت البنطلون، انها اتقطعت ببلطه. الطلقه دي ولا ايه؟ دي رصاصه دخلت في القدم اليسرى من اعلى، خرجت من اسفل في المنطقه اللي بتسمى الكاحل. وكاني خبطت العظم بتاعي ببلطه في الشتاء بقى. لفيت لفه كامله عشان اجري، ما قدرتش اجري، رحت نازل على ركبه رجلي اليمين، اتعورت من الرصيف، وناديت للشباب الحقوني انا اتصبت. رجعوا اتنين من الشباب 30 متر عشان ياخدوني من على الارض، واحد مسكني من ايدي، واحد مسكني من رجلي، وظهري ده بيلمس الارض، وهم مرعوبين لان الرصاص نازل على دماغهم. خليك، انا جاي لك، خليك عندك عشان جاي لك. الرصاص كان نازل فوق دماغهم وهم شايليني، وانا كنت بقول لهم ما تسيبونيش لان انا خايف من شده الرصاص اللي فوق دماغهم اللي نازل فوق بيتضرب فوق راسهم يسيبوني. لحد ما دخلنا قصاد المتحف بعد المتاريس اللي هي من الصاج اللي احنا كنا عاملينها عند المتحف، واجتمع الشباب بقى حوالي 10 شايليني، يعني اللي شايل رجلي لوحدها واللي شايل ايدي واللي شايل دماغي. فهموا بقى ابراهيم القصه، مستشفى الميدان، فهموا ومستشفى الميدان ليه الاصابه صعبه، لازم اسعاف يجي. الاسعاف جه، رحت القصر العيني. انا قضيت في القصر العيني 5 ايام، الفترة من 3/2 لحد 7/2 من أصعب الأيام. قصر العيني دكاترة ممرضات وممرضين اتعاملوا معايا على إني عميل لأمريكا وعميل لإيران، باخد باليورو وباكل كنتاكي وأنا مصاب. وفي ممرضة سمعت الدكتور علي جمعة بيقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، راحت بتقول لي إيه ده، إحنا هنقتلك، هنديك حقنة هوا ونقتلك عشان عارف اسمها؟ عشان سمعت، لأ علشان سمعت الدكتور علي جمعه بيقول ان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. وطبعا مش هنتكلم مع الدكتور علي جمعه. احنا انا جاي هنا عشان الثوره تحقق اهدافها، داخل الاعتصام من يوم الجمعه عشان الثوره تحقق اهدافها. انا عندي عمليه هعملها في اي حته. انت محتاج عمليه ثانيه؟ في عمليه ثانيه هعملها في اي حته. ايه هي بقى العمليه؟ العمليه دي عباره عن هيعمل ترقيع للعظم، هياخد حته عظم من الحوض. طب ايه اللي موقف العمليه؟ العمليه بس في شويه علاج باخدهم عشان الورم يخف، شويه علاج مضاد للورم، مضاد للارتشاح، عشان وبعد كده ايه العمليه. انا بعد ما طلعت من القصر العيني كشفت في المعادي. يعني حد متبني القضيه بتاعتك يعني ومتابعها وكده ولا؟ والله اتحاد الاطباء العرب وجمعيه الدكتور محمد ابو الغار مش مقصرين معانا. تمام. اما الحكومه كانت متقاعسه لحد ما يوم 1/7 قالوا هنعمل الصندوق، واحنا لسه ما شفناش بشاير هذا الصندوق حتى بقى الان. الاعتصام بقى، المطالب ايه بقى؟ احنا عايزين تطهير المؤسسات. انا جاي هنا عشان الثوره تحقق هدفها، اسقاط النظام. فين اسقاط النظام؟ 25 يناير ما تحققش. فانا نازل عشان كده. فين اسقاط النظام؟ 7 وزراء من النظام السابق موجودين، لسه المبدا القديم او المبدا القديم اللي هو اللي بيتضرب اللي ظهر ما بيتضربش على بطنه لسه موجود، لسه في ظلم، لسه في فساد لحد دلوقتي. رغم اللي انت بذلته ودفعت الثمن غالي انت والشهداء، ومع ذلك لم يتم. تمام. عايز تقول حاجه ثاني؟ بقول لسياده المشير، لو كان هو في بينه وبين المبارك والنظام القديم 20 30 سنه عشره، لو كان هو بيحبهم
فينبغي ان يكون حبه لنفسه اشد. فهو عشان كده لازم يعمل، ما كانش هيعمل لمصلحه هذا الوطن، يعمل لمصلحه نفسه ليحقق اهداف الثوره حتى لا تدور الدائره عليه. شكرا. شكرا.